تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، لماذا تدمر إسرائيل المساجد في فلسطين؟ شفنا أثناء الحرب الإسرائيلية العدوانية الإجرامية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، شفنا جرائم كتيرة جدا. إنما إسرائيل تستهدف أيضا المساجد. لماذا تستهدف المساجد والكنائس؟ طبعا أي إجابة عند إسرائيل يقول لك إن حركة حماس موجودة في هذا المكان، لكنها طبعا إجابة غير صحيحة. هي تعلم تماما إن ده كلام مش مظبوط وإن دي أكاذيب. إنما إسرائيل تريد منع عودة الحياة إلى قطاع غزة من جديد، لا دنيا ولا آخرة، لا يكون في مدارس ولا جامعات ولا مستشفيات ولا في مساجد ولا في كنائس ولا في تاريخ ولا تراث ولا أي شيء. تدمير كل شيء. تم تدمير 200 موقع أثري، مع إن هم خدوا مساقط اللي موجودة عليها هذه المواقع، ومع ذلك دمروا 200 موقع أثري في فلسطين في قطاع غزة. دمروا مستشفيات زي ما قلنا قبل كده، مستشفيات كتيرة جدا دمروها. وكمان عربيات الإسعاف، 120 عربية إسعاف دمروها بالكامل في أول 110 يوم من الحرب. طب الناس تروح فين؟ لأنك بتيجي تهد المنازل اللي فيها، بتدي إنذار، الإنذار ده يدوب يعني أول ما تسمع الإنذار اطلع جري، لأنك لو وقفت تجيب أي حاجة هتموت تحت المبنى. وياما ناس ماتت تحت المبنى لأنهم نايمين أو بيجيبوا حاجة أو بيجيبوا أطفالهم علشان يهربوا. بيقول لك احنا بننبههم، احنا بندي تحذير، بنقول لهم احنا هندمر المبنى. تخيل حد يقول لك انا هدي بيتك خلال دقيقتين، بديك فرصه تخرج، ولازم نشكره ان ده دقيقتين علشان نخرج قبل ما يهد البيت. ففي ابراج بالكامل بالصواريخ يتم تدميرها بالكامل، وناس كتير بتلحقش تطلع من هذه البيوت. طيب الناس بقى اللي بتهرب من المنازل بتتدمر، فبتروح مستشفيات تلجأ فيها، ضربوا المستشفيات. قال لك طب خلاص نروح المساجد والمسيحيين يروحوا الكنائس، ان ده الحل الاخير، مش معقول هيضربوا مساجد او يضربوا كنائس. دمروا 3 كنائس. من هذه الكنائس كنيسة من اقدم الكنائس في العالم. دمروا مئات المساجد، طبقا لبي بي سي 400 مسجد تم قصفهم في غزة. 400 مسجد. فإذا تقعد في البيت هيدمر البيت، تمشي في الشارع هيضربك في الشارع، تروح الكنيسة يدمر الكنيسة، تروح المسجد، 400 مسجد انضربوا في هذه الحرب. مصاب تركب عربية إسعاف يدمر الإسعاف، عديت من الإسعاف رحت المستشفى يضرب المستشفى. طيب مت يروح كمان يدمر المقابر، لأنه اللي حصل إن في تجريف ودهس لجثث الموتى. كذا مقبرة في غزة، دخلت القوات الإسرائيلية دمرت هذه المقابر وأخرجت الجثث أو دهست الجثث وهي ميتة. يبقى الإنسان لو في البيت غير آمن، يمشي في الشارع بيهرب، يعني مش بيمشي، بيجري في الشارع غير آمن، يركب بيت إسعاف غير آمن، يروح مستشفى غير آمن، يموت غير آمن في مقبرته، اللي هو شيء فوق الخيال اللي بتعمله إسرائيل. طبعا كل الأكاذيب إن هنا حماس في المقابر، حماس في كذا، حماس في كذا، كل ده كلام غير صحيح. هم على يقين إن مفيش أي حاجة في هذا المكان، وإن كل دول مدنيين عزل ملهمش علاقة بأي حاجة من الأحداث الجارية. إسرائيل تعتقد بحالة الاستقواء اللي هي فيها وحالة التوحش اللي هي فيها في هذا التعامل، إنها بهذه الطريقة هتقوم بتصفية القضية الفلسطينية. لكن زي ما قلنا هذا الشعب البطل قعد وصمد كل هذه العقود ولن ينهار اليوم. مهما يحدث لن تنجح إسرائيل في تدمير الشعب الفلسطيني اليوم كما لم تنجح من قبل. قلنا قبل كده أن موقف مصر ومنذ اللحظة الأولى عبر عنه الرئيس السيسي أننا ضد التهجير قسري أو طوعي، الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، تدمير المنشآت، مستشفيات، مدارس، جامعات، مباني سكنية، ضرب الأونروا، ضرب الصحفيين،
كل ما جرى من جرائم ترى مصر أنه يجب التحقيق مع مجرم الحرب، وأنه لابد من السماح بدخول الإغاثة إلى الشعب الفلسطيني والمساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال الرئيس يجب أن نصل بعد إيقاف مستدام لإطلاق النار، الأهم مش الإيقاف لإطلاق النار فقط، وإنما دولة فلسطينية تكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة. كل احتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى. اثنين الشامتون في تكساس. اللي تابعوا الأحداث والخلاف الشديد وربما غير المسبوق بين حاكم ولاية تكساس في الجنوب الأمريكي وبين الرئيس جو بايدن، وبدأ البعض يقول إن الخلاف بين حاكم تكساس وبين الرئيس الأمريكي ممكن يصل بعد الحرب اللي كانت في القرن ال19. الشامتون في تكساس عنوان مقال للكاتب الأستاذ محمد المنشاوي في صحيفة الشروق، بيتكلم فيه وهو زار تكساس قبل كده عن هذه الأزمة. برى إنها أزمة يمكن حلها، لن تؤدي إلى انهيار أمريكا تفكك أمريكا، لكنها أزمة كبيرة. إيه أبعاد الأزمة؟ تكلمنا قبل كده في بعض الأبعاد ونستكمل اليوم. الأزمة إن في مهاجرين غير شرعيين بيجوا من أمريكا الجنوبية يطلعوا في الشمال على أمريكا. المهاجرين دول زادوا، بقوا حوالي 10,000 واحد في اليوم، يعني حوالي 3.5 مليون في السنة، وإنه 7 مليون في عهد الرئيس بايدن قدروا يدخلوا أمريكا بطريقة غير شرعية. كله بيجي من أمريكا الجنوبية يصل المكسيك، ومن المكسيك يدخل إلى الولايات الجنوبية الأمريكية. تكساس هي من الولايات الجنوبية ومن أكبر الولايات في أمريكا. تكساس الحاكم بتاعها جمهوري، الرئيس ديمقراطي. فالحاكم خد قرار إن الحرس الوطني بتاع الولاية، كل ولاية في أمريكا لها جيش غير الجيش الأمريكي ككل، لكن الجيش ده مش اسمه جيش لأنه أسلحة خفيفة، بيسمى الحرس الوطني، ويخضع لحاكم الولاية. أمريكا دولة فيدرالية، ففي مؤسسات فيدرالية، البيت الأبيض يحكم أمريكا كلها، الكونجرس لأمريكا كلها، الخارجية أمريكا كلها، البنتاجون أمريكا كلها، لكن في حاجات لكل ولاية، كل ولاية كأنها جمهورية، جواها كونجرس منتخب والحاكم منتخب، وحدودها سياسية مش إدارية ينفعش تتلاعب فيها كأنها حدود دولة، إنما كمان عندها جيش للولاية، هذا الجيش اسمه الحرس الوطني للولاية، أوامره مش من الرئيس، أوامره من حاكم الولاية، لكن الجيش بتاع الولاية ده اللي هو الحرس الوطني التسليح بتاعه خفيف علشان يواجه أي أحداث داخل الولاية أو على حدود الولاية. حاكم تكساس اللي هو من الحزب الجمهوري ومن أنصار ترامب وضد الرئيس بايدن، شاف إن في عهد بايدن ملايين دخلت، 7 مليون في سنتين، فقال أنا بقى هستخدم القوة اللي عندي اللي هو الحرس الوطني بتاع الولاية وامنع بقى المهاجرين دول. يلا يا جماعة، حطوا أسلاك شائكة وقفلوا الحدود بتاعت ولاية تكساس مع المكسيك. فالرئيس جو بايدن قال لأ، مش من حقك كحاكم ولاية إنك تأمر الحرس الوطني يعمل هذا الكلام، دي سلطات فيدرالية، أنا اللي مسؤول عن الحدود مش أنت، ودي حدود الدولة فأنا اللي مسؤول عنها. وبعد حرس الحدود يتبع الرئيس بايدن لأنه فيدرالي، إنما الحرس الوطني يتبع حاكم الولاية. فبقى الحرس الوطني اللي هو تبع حاكم الولاية عنده تعليمات ابني أسلاك، حرس الحدود تبع بايدن والفيدراليين اللي موجودين عنده التعليمات قطع الأسلاك الشائكة. يبقى الولاية تحط أسلاك شائكة، الحكومة الأمريكية المركزية أو الحكومة الفيدرالية بمعنى أدق تقطع الأسلاك الشائكة، الولاية تودي حرس وطني يمنع الناس، تيجي الحكومة بايدن يمنع هذا الأمر. طبعا تبرير الرئيس بايدن إيه؟ إن حرس الحدود هو المسؤول والأسلاك دي بتمنع وصولنا لمنع هؤلاء المهاجرين. حاكم الولاية يقول لك الكلام ده كلام مش مظبوط، أدينا قاعدين وعلى مدى سنتين 7 مليون دخلوا والرئيس بايدن ما بيعملش حاجة. الحقيقة إن الحزبين عمرهم ما عملوا حاجة في هذا الموضوع، اتنين بيغنوا على بعض
الاثنين بيزايدوا على بعض، احنا عايزين انتخابات، لكن الحزب ده والحزب ده طبقا للمقال عمل اي حاجه مهمه في اي وقت. وكل ما يبداوا يفكروا في حاجه مشتركه النزعات الانتخابيه والصدد الانتخابيه تمنع ان هم يصلوا الى امر بهذا الصدد، ان هم يمنعوا الهجره من الوصول الى امريكا. تكساس، ليه الناس بتقول جمهورية تكساس، انفصال تكساس، استقلال تكساس؟ لأنها ببساطة كانت جمهورية وكانت مستقلة وما كانتش جزء من أمريكا. تكساس في القرن 19 لما استقلت أصبحت جمهورية مستقلة بهذا العنوان، جمهورية تكساس. وقعدت جمهورية مستقلة 9 سنين كاملة، لا هي جزء من المكسيك ولا جزء من أمريكا، إنما دولة مستقلة، دولة تكساس. جمهورية تكساس بعد 9 سنين ومفاوضات لقت ان مصلحتها تنضم الى امريكا فانضمت للاتحاد الامريكي. انما لسه النزعة في تكساس الناس شايفة نفسها. احنا كنا جمهورية مستقلة قبل كده، احنا يعني اعلى شوية من بقية الامريكان. اضف الى ذلك ان تكساس ولاية غنية، متوسط دخل الفرد في تكساس 60,000 دولار سنويا. توصل دخل كبير جدا في ولاية تكساس لأنها الولاية اللي فيها البترول، دي ولاية نفطية. بل في تكساس مدينة هيوستن في تكساس مدينة مشهورة جدا، من أشهر مدن في هذه الولاية تكساس هيوستن ودالاس. هيوستن هي عاصمة الطاقة في العالم، إذا النفط والطاقة والشركات الكبرى في العالم اللي موجودة في تكساس، والثراء الكبير ده انعكس على الناس في تكساس. دالاس هي مدينة مهمة جدا طبعا، مشهورة في كرة القدم لأن الفريق بتاعها يعتبر، والنادي بتاع دالاس من مش من هو أغلى نادي في العالم، أغلى من ريال مدريد، من برشلونة، من سان جيرمان، من أي نادي في أوروبا أو أي مكان في العالم. قيمة النادي هناك ده بتاع دالاس 4 مليار دولار. كمان عندهم مكانة علمية متعلقة بأنه الجماعة اللي طلعوا زمان إلى القمر، الثلاثة رواد الفضاء اللي طلعوا القمر، أول كلمة قالوها للمركز اللي على الأرض اللي بيخاطبوه هنا هيوستن، فبيسموها مدينة الفضاء على هيوستن. وكمان هناك مركز ليندون جونسون للفضاء تبع وكالة ناسا. إذن دي ولاية شايفة نفسها، كانت مستقلة زمان، قعدت دولة مستقلة 9 سنين، غنية جدا، 60,000 دولار متوسط دخل الفرد في السنة، مركز الطاقة في العالم. هيوستن حاجة مهمة جدا، دالاس حاجة مهمة جدا، كمان نزعة استقلالية. لما نقول رعاة البقر، رعاة البقر أساسيين هم بتوع تكساس، عشان كده السلاح في تكساس أساسي. حتى إنك ممكن تلاقي في مطعم أكل على شكل سلاح، يعني السلاح جوهري، جزء من الثقافة والتاريخ والبرستيج لأي حد موجود في تكساس. فهي الولاية اللي فيها السلاح وقبل كده الاستقلال وفيها النفط وفيها الثراء. حتى إنه لو ولاية تكساس اللي مساحتها كبيرة حوالي 70,000 كيلو متر مربع قد بلجيكا مرتين، تكساس قد بلجيكا مرتين، عدد سكانها أكتر من 30 مليون نسمة، تاني ولاية في أمريكا بعد كاليفورنيا. فولاية تكساس لو انفصلت تقدر تعيش بعيد عن أمريكا العملاقة؟ طبعا تقدر تعيش. تخيل بقى أن تكساس، ولاية تكساس بس لو انفصلت، أغنى من روسيا، أغنى من إيطاليا، أغنى من أسبانيا، أغنى من البرازيل، هتبقى رقم 7 في العالم. يعني لو تكساس انفصلت تبقى رقم 7 في العالم. فهذه الولاية الغنية جدا جدا شايفة بقى الناس بيزحفوا وبدأوا يبهدلوها تبقى للولاية، ومش قادرين، الحاجات اللي عندهم بنية أساسية بقت ترهق، والاستهلاك بدأ يبقى فيه مشاكل نتيجة الزحف. زي ما قلنا 7 مليون دخلوا عبر الحدود في السنتين اللي فاتوا في عهد الرئيس بايدن. على الخريطة دلوقتي أوضح مع حضراتكم الحدود الملتهبة دي، الحدود الصعبة اللي بين أمريكا وبين المكسيك، أو الحدود الجنوبية لأمريكا. الخريطة بتبقى بهذا الشكل تقريباً، تلاقي كده أمريكا طالعة كيرف كده، وبعدين هنا قوس بهذا الشكل. هنا حضراتكم ده اسمه خليج المكسيك،
يخش بقى يكمل على المحيط الأطلنطي. تكساس هنا، شوف الحدود، تكساس بقى هنا، يبقى ادي ولاية تكساس الأمريكية. هنا المكسيك، طبعا هي بتبقى يعني مستقيمة أكتر شوية كده في الطلعة. هنا هتلاقي ولاية اسمها نيو مكسيكو، تطلع كده يبقى ادي نيو مكسيكو. هنا أريزونا، أكبر بقى أريزونا الحدود، وبعدين تلاقي هنا كاليفورنيا. يبقى دول الأربع ولايات اللي مع المكسيك، المكسيك جنوبا، أمريكا شمالا. إيه الأربع ولايات؟ آدي تكساس، نكملها أهي تكساس، يبقى دي تكساس، نيو مكسيكو، أريزونا، وهنا كاليفورنيا. زي ما أنت شايف كده حضرتك، الحدود مع كاليفورنيا مع المكسيك قليلة، فبيخش ناس، لكن المساحة طول الحدود مش كبير. وبرضه نيو مكسيكو طول الحدود مش كبير، ممكن يكون لغاية هنا كده. إنما أطول حدود مين؟ تكساس وأريزونا، دي أطول حدود مع المكسيك. والحدود دي كلها أكتر من 3000 كيلو، 3200 كيلو. فالحدود دي بيجوا بقى الناس من، مش شرط المكسيك بقى، اللي جاي من البرازيل، من الأرجنتين، من الإكوادور، من باراجواي، من أوروجواي، كل الناس اللي في كأس العالم دول، كل دول بيزحفوا من هنا، كله يجي على الحدود ديت وبعدين يعدي. حاكم تكساس هو حاكم جمهوري في الحزب الجمهوري، قال لك طب خلاص الحرس الوطني اللي هو بتاعي أنا بقى، اللي هو الجيش الخاص للولاية، يجي هنا يعمل أسلاك. جه فعلا عمل أسلاك شائكة ووقف الناس هنا. جه الرئيس بايدن هنا قال لك لأ، انت تتبع الكلام اللي عندنا، انت مالكش سلطه مستقله في الموضوع ده، حرس الحدود اللي تبعي هو اللي يجي، اسحب الحرس الوطني. راح المحكمه، المحكمه حكمت للرئيس بايدن انه فعلا يسحب الحرس الوطني، لكن الرئيس ترامب يعني خلى الموضوع يتطور وقال موقفه صح، وادعو كل الحكام الجمهوريين ينضموا اليه. في 25 حاكم من الحزب الجمهوري من 50 ولايه ايدوا حاكم تكساس. خلاصة الموضوع ايه بقى؟ ان هنا في تعليمات للحرس الوطني غير تعليمات الرئيس بايدن لحرس الحدود. الناس دول شايفين انهم اتبهدلوا من هذه الهجرات، 2.5 مليون بيعدوا سنويا، و7 مليون في عهد بايدن عدوا من الجنوب للشمال. اما كناش نحمي بقى بنفسنا، طالما بايدن مش هيحمينا، نحمي نفسنا ونحط هذه الاسلاك. فده الموضوع اللي هو البعض قال ممكن يتطور بين تكساس وبين الرئيس بايدن أو الإدارة الأمريكية. هذه الأزمة طبعا طبقا للكاتب لن تصل إلى حرب أهلية ولا إلى تفكك أمريكا على الأقل في المدى المنظور، لكنها واحدة من الأزمات الكبرى اللي فيها انعكاس السياسة والإيديولوجيا والصراع الحزبي وحالة ترامبية والحالة البايدنية وحالة التفكك الفكري والسياسي في الولايات المتحدة. الشامتون في تكساس قد لا يربحون، وقد لا تحدث حرب أهلية في أمريكا، لكن انقسام أمريكا يتعمق يوما بعد يوم، والخطر يأتي من تراكم الانقسامات. وفاصل ونكمل. ثلاثة، لماذا منعت كوريا أكل لحوم الكلاب؟ أكل لحوم الكلاب منتشر جدا في كوريا الجنوبية، منتشر في الصين، في فيتنام وبعض دول آسيا. بقى هذا التقليد ليه قرون، إن لحم الكلاب يؤكل في المطاعم وفي المنازل منذ 500 سنة في الصين وأكثر من 500 سنة في كوريا الجنوبية. لكن بدأ يحصل تحولين كبار في هذا الأمر، إن جيل الشيوخ كبار السن هم اللي لسه بيحبوا أكل الكلاب سواء في المطاعم أو في المنازل، إنما الشباب بدأ يتراجع لديه فكرة أكل لحوم الكلاب.
فأغلب المستهلكين لحوم الكلاب من كبار السن، وأقل المستهلكين من الشباب وصغار السن. فكان ممكن هذه العادة أكل لحوم الكلاب تنقرض بالضرورة نتيجة إن الأجيال الجديدة بتكتسح وهي أقل ترحيبا بأكل لحوم الكلاب. لكن الطارئ السياسي في هذا الأمر إن جامعات حقوق الحيوان بتضغط، وكمان بدأ الكوريين الجنوبيين بقى مع الرفاهة اللي هم فيها كتير بيربوا كلاب، فيحسوا إن هم حد من البيت، ويتألموا لفكرة ذبح الكلاب ووجودها في المطاعم والمطابخ. الرئيس نفسه رئيس كوريا الجنوبية عنده 6 كلاب في البيت، هو كمان من محبي الكلاب ومؤيد لعدم ذبح أو أكل الكلاب في كوريا الجنوبية، وكذلك السيدة الأولى عندها نفس الموقف في كوريا الجنوبية. البرلمان كمان بدأت أفكاره تكون ضد أكل الكلاب، فالبرلمان طلع قرار أو قانون 2024 بوقف ذبح الكلاب وأكلها في المطاعم، وبالتالي وقف تربية الكلاب من أجل الطعام. ففي كوريا الجنوبية 1200 مزرعة كلاب، فإيقاف ال 1200 مزرعة خلال 3 سنين 2027 ممنوع أي مزرعة تكون موجودة تربي كلاب من أجل الأكل. وأيضا في 1500 مطعم بيقدموا وجبات كلاب تم برضو اختارهم 3 سنين تقفل كل هذه المطاعم أو تلغي وجبة الكلاب من بين المنيو. طبعا هذا الرأي هو النخب الكورية معاه، إنما الناس اللي عندهم بقى المزارع الكلاب ومطاعم الكلاب هم اللي متضايقين جدا، وقال لك ما الموضوع كان هينقرض. طب ولحم الكلاب؟ طب اشمعنى لحم الخنزير ولحم البقر؟ ما كله زي بعضه، ليه جيتوا على الكلاب؟ ما كلها حيوانات أليفة، كلها حيوانات معانا، وجدل كتير جدا. لكن الموضوع انتهى، البرلمان أقر خلاص تشريع بأنه ممنوع أكل الكلاب في كوريا الجنوبية في مطاعم أو تربية الكلاب في مزارع، لكن لو حد أكل في أي وقت في بيته بطريقة ما القانون لا يجرمه. لما هتعمل مزرعة 2 سنين سجن، هتقدم أكل كلاب في المطعم 3 سنين سجن، وده كله يبدأ من 2027، والحكومة تدي تعويضات عشان تعوض مزارعي الكلاب، أو يعني اللي عندهم مزارع كلاب، مش مزارعي الكلاب إنما اللي عندهم مزارع للكلاب أو بيقدموا طعام الكلاب في المطاعم. موضوع يبدو طريف وغريب بالنسبة لنا إن الكلاب بتقدم في مطاعم ومطابخ ومشهورة بهذا الشكل، لكن في آسيا ده جزء من ثقافتها وتقاليدها، ولا يزال في فيتنام ولا يزال في الصين، لكن تم منعه 2024 بموجب تشريع في كوريا الجنوبية. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.